بين الجولات المرتقبة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إلى الرياض ومسقط، وجولات المقاومة على الأرض في تعز والجوف وتحديداً في مركز مديرية الغيل، تبدو سيناريوهات المشهد السياسي والعسكري في اليمن تمضي بسياقات متباينة. فالخطى الثابتة في التقدم الميداني على الأرض تبدو هي الحاضرة الأبرز في متابعة اليمنيين واهتمامهم، خصوصاً بعد سيطرة الجيش الوطني والمقاومة على منطقة الغيل التي تعد معقلاً حيوياً لميليشيات الحوثي منذ مدة غير يسيرة. ما تقوله الوقائع على الأرض كما يبدو أكثر جدية مما تقوله تحركات ولد الشيخ والمجتمع الدولي بشأن الملف اليمني. الحديث عن حلول سياسية مع انقلاب ذي طبيعة عسكرية، حديث لا يتوقف وتحرك أكثر كلما بدأت الحلول العسكرية تلوح في الأفق، حيث يتجه إلى الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن ولد الشيخ للقاء الرئيس هادي وفي حقيبته ملف المشاورات السياسية ووقف الأعمال القتالية كما تقول تصريحات متحدثه الخاص. أبرز أجندات الزيارة التوصل إلى اتفاق هدنة لمدة 72 ساعة بناء على مقترح أمريكي، فيما تذهب مصادر إلى أن المبعوث الأممي سيقدم مبادرة مبنية على المشاورات السابقة وتتضمن مشروع حل سياسي سيتم عرضه على الرئيس هادي والطرف الإنقلابي. المصادر ذاتها أكدت أن صيغة المشروع تقضي بانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وإب والبيضاء كمرحلة أولى يتبعها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتسليم السلاح إلى طرف ثالث محايد. الحديث عن الجولات الأممية والحلول السياسية ليس بجديد على الحالة اليمنية التي شهدت مراوغات كثيرة، أقلها غياب الجدية من المجتمع الدولي لتطبيق القرارات الأممية، بينما يقول مراقبون إن سعادة الدولة لن يكون إلا بذات الطريقة التي تم اختطافها والانقلاب عليها.